وكل الجينات يورينري سيستم ريترو بريتونيال بيبدا من الكيدنيز فوق في اللمبر ريجنز بعدين اليوريتر وتحت في البلادر. دول الكيدنيز واليوريترز والبلادر. الكيدني بتبقى بين شيب الكروس سكشن بتاعها بيبقى في النص في المدلل وبره في الكورتكس. الكورتكس بتسن بارتس بتوين المدللري بيراميدز اسمها كولونز اوف بيرتين. المدلل عباره عن بيراميد اللي هو تريانجولار ستراكشرز دوم بيبقى الاند التيب بتاعتهم اللي هي البابيلا بتبقى فاتحه في الماينر كاليكس والماينر كاليسز بتجوين ايتش اذر للميجر كاليكس فورمينج رينال بلبس والرينال بلبس بيند تحت باليوريتر. يبقى كيدني انا عندي بارينكيما عباره عن كورتكس بره ومدلل في النص وكولكتنج سيستم بادي من اول الماينر كاليسز للميجر كاليسز للبلبس واليوريتر. ده تكبير للصوره مبين المدلري بيراميد بالبابيلا فاتحين في الماينر كاليكس. ده صورة تانية للجينيتوري سيستم. الميجر باسلز بتبقى ريليتد بي في الميد لاين في الريتروبيريتونيال سبيس والرينال هايلر بيبقى مترتب في الفين قدام واليوريتر ورا. اول حاجة الفين وراء الرينال ارتري بعدين اليوريتر ورا. ده انذر كروس سكشن مبين ان الفين هو اللي قدام وراء اليوريتر وراء الارتري واليوريتر هو اخر حاجة ورا. ده اليورينري بلادر ده الفلفيك اورجنز بتاعتنا. البلادر بيبقى طالع منها اليوريثرا في الميل بيبقى تحت البلادر في البروستاتس اليوريثرا بتكمل في البينس لحد بره. التستس بياند السكوب بتاعتنا. معانا كمان السوبرارينال جلانز الرايت واللفت. الرايت بتبقى ريليتد للاي بي سي والليفر واللفت بتبقى ريليتد للبانكرياس والستومك. الاثنين ان ريليشن للدايفراجماتيك كراست والاورتا بيبقى على الأبر بوردر بتاع الكيدنيز على بوث سايدز بيبقى الشيب بتاعتهم تراينجل. الاكزامينشنز اللي علينا اكس رايز وسي تي وام ار اي والترا ساوند. الاكس رايز بتعمل بتكنيكس مختلفه اما بكونتراست اما من غير. الكي او بي ده اللي من غير كونتراست كيدني يوريتر بلادر بصورهم اكس راي عاديه. الاي في يو نفس الكي او بي بس بحقن سبعه عشان اشوف الكولكتنج سيستم لما الكونتراست تبقى اكسكريتد في اليورين. Retrograde وAntigrade ده حسب انا حقنت كونتراست منين عشان اصور. Retrograde ده عكس direction النورمال بتاع urine flow والAntigrade ده the same direction of urine flow وحسب انا اصور ايه بايلو يعني البلفس انا عايزه اصور الرينال بلفس. امتى بحتاج التكنيكس دي؟ لو انا عايزه اشوف الرينال بلفس في كيدني مش functioning اصلا فانا عايزه احقن كونتراست ادلينييت للبلفس والكيدني لو اديتها كونتراست اي في مش هتكريت اصلا في اليورين. فانا عايزه اعملها بالطريقه دي اشوف الكولكتنج سيستم رغم ان الكيدني مش فانكشنال. تمام. السيستوغرافي ده انا بشوف البلادر وبرده ممكن اعملها انتجريد او ريتروجريد او سوبر كيوبيك. اليوريثروجرافي ده عايزه اشوف اليوريثرا بحقن كونتراست برده عشان ادلينييت اليوريثرا. عليكم سي تي الترا ساوند ام ار اي بس حاجات بسيطه. ده منظر جهاز الاكس راي بتبقى التيوب فوق والبيشنت تحت وراه الفيلم اللي بيريسيف الصوره. الاريا اللي بصورها في اليورينري تراك بتبقى من سب دايفراجماتيك عشان اجيب الشادو بتاع الكيدني من اوله. الكيدني بتبدا من L1 من T12 لحد L3 وتحت. لو في الفيميل بكتفي لحد السيمفيسس بيوبس عشان اليوريترا بتبقى وراه. لو في الميل بنزل شويه تحت عشان اجيب كل اليوريترا. الكي بي محتاج بريباريشن زي اي اكس راي خدتوها. لو في جازز جوه البطن مش هقدر انتربريت الايمج كويس. البريباريشن احنا بنقلل الباون جازز. البيشنت بياخد ادويه معينه يقلل باون جازز عشان اقدر اكومنت على الرينال شادو وعلى السوس لاين. المفروض هو مش باين قوي هنا بس هو المفروض بيسيجنيفاي ان لو في انفلاميشن كل الفات بلينز بتبقى ماسك. تمام. المفروض الفات نورمالي دي اغمق حاجه في الاكس راي. لو حصل في انفلتريشن او اديما بيبقى ماسك بيبقى ابيض. دي الشادوز المفروض هتشوفوها. الباثولوجيز اللي ممكن اشوفها على الكي وبي اكتر حاجه بشوفها كلاسيفيكيشنز اللي هي ان ذا فورم اوف ستونز. الكلاسيفيكيشنز لو في الاناتوميكال سايت بتاع الكيدني تبقى رينال ستون. لو الونج الكورس بتاع اليوريتر تبقى يوريتريك ستون. انا هنا واواي فروم ذا ميد لاين والونج الاناتوميكال سايت بتاع الكيدني فدي رينال ستونز. اليوريتريك ستونز تبقى مور كلوز تو ذا ميد لاين هتبقى اوفرلابينج الترانسفيرس بروسيسز بتاعت الفرتبري وبتنزل تحت لحد ما توصل للفلفس. ده الكورس بتاع اليوريتر. اي ستون الونج الكورس ده تبقى يوريترين ستون. اليوريتر بتقسم ثلاث اجزاء. الابر ثيرد مش ثلاث اجزاء متساويه. احنا بنقول ابر ثيرد يوريتر على كل الجزء بتاع اليوريتر اللي بادي من الرينال بلفس لحد بدايه السيمفيسس بيوبس بيبقى اوفرلابينج على الترانسفيرس بروسيسز بتاعت الفرتبري.
بعدين جزء اليوريتر اللي بيعدي على الساكرو ايلياك جوينت ده اسمه ميدل يوريتر، والجزء اللي في البلبس تحت ده اسمه لوور يوريتر. الستونز دي فين؟ دي عامله كاستنج للكولكتنج سيستم جوه الكيدني، دي اسمها ستاك هورن ستونز، انها رينال ستونز. انت لو قلت رينال ستونز كفايه. الستون دي فين؟ الستون دي يوريتريك ستون اللي ساعدني برضو اعرف انها oblong shaped along the course بتاع اليوريتر. وهنا السايد مهم، يعني لازم اقول ان دي left uterine stone ودي right uterine stone. الصورة دي باين فيها ايه؟ انا شايفة calcifications قريبة من midline، فممكن اقول انها uterine، بس دي overlapping ribs. هو اليوريتر عند الريبس هي kidneys من T12 لحد L3، فانا كده above الكيدني كمان. فإذا أضاف الكيدني ممكن يحصل فيه كالسيفيكيشن سوبرا رينال جلانس، كومن يحصل السوبرا رينال كالسيفيكيشن سكندري أي انجري يحصل فيه، حصل فيها هيمرج، حصل فيها انفكشن، أي باثولوجي في السوبرا رينال ممكن بي اند اب باي كالسيفيكيشن، فدي باي لاترال سوبرا رينال كالسيفيكيشن. الاي في يو انهانت كونترست عشان ادنييت كولكتنج سيستم بالكونترست اللي نزلت في اليورين، يعني الكيدني لازم تبقى فانكشنال، انليس أنا مش هعمل كونترست اي في. يعني كلمة اي في intravenous urography انا هعملها بالاي في بالاي في روت، فلازم الكونترست تبقى دخلت اليورين واكسكريتد، دخلت البلد واكسكريتد في اليورين. ده منظر الكيدني. البارينكيما نفسها بتبقى مور دنس عن الكيو بي، بقدر اشوف البارينكيما نفسها عشان الكونترست اللي في البلد دخلت في الكابيلاريز اللي في البارينكيما. وبعد فتره بيحصل اكسكريشن للكونترست دي في اليورين، فكولكتنج سيستم هيبان. اول فيلم باخده في الاي في يو لازم اخد كي بي في الاول. ليه؟ عشان لو في اي كالسيفيكيشنز باينه، فين كالسيفيكيشنز ممكن تبقى ماسك بالكونترست وهي ماشيه في اليورين، مش هقدر اشوفها لو ستون صغيره. انلس لو ستون كبيره هتعمل فيلينج ديفكت، لكن لو ستون صغيره هتبقى بيضه والكونترست بيضه مش هقدر احكم. فلازم اخد اول كنترول فيلم بالنسبه لي هو الكي بي. بعد كده بصور بمرور الوقت الكونترست اللي في البلاد هتدخل في الكابيلاريز اللي في البارينكيما، هتزود الدنسيتي بتاع الرينال شادو نفسه، بعدين هتبقى اكستريتد في اليورين الاول في الكيليسز والبلبس، بعدين هتمشي في اليوريتر لحد البلادر تحت. في فيلم زياده بناخده في الاول في بالنسبه للبلادر، لو انا عايز اصور باثولوجيست البلادر الاول، ده الايميديت فيلم اللي قلنا عليه. وده النيفروجرام، ان انا صورت الكيدني نفسها الرينال بارينكيما باينه مور دانس عن الكي او بي، وابتدى يحصل اكسكريشن الكونترست في اليورين، فالكولكتنج سيستم بادي من ماينر كيلسز لميجر كيلسز لبلفس اليوريتر ابتدوا يبانوا. النفرون او الفانكشننج يونت في الكورتكس هي اللي بانت دانس بالنسبه للبارينكيما، لكن بالنسبه للكولكتنج سيستم اول جزء منه هو الماينر كيليكس. الماينر كيليكس ده المفروض اندنتد بالبابيلا بتاع الميدولاري بيرمت، المضله اللي هي المثلث اللي قلنا عليه في الاول بيندنت الماينر كيليكس بالبابيلا. فالبابيلاري امبريشن ده مهم عشان اقدر احكم الكولكتنج سيستم ده البريشر هو كويس ولا لا. كل ما البريشر يزيد الاندنتيشن ده هيروح. في انجل في الجنب برضو اسمها فورنكس، الانجل دي هتبقى لوست كل ما البريشر يزيد. امتى البريشر يزيد؟ لما يبقى في ديستال اوبستراكشن، يبقى البيشنت عنده هايبرنفروز. فدي اهميه السكريتوري فيز بالنسبه للكيدني. بعد كده في اليوريتر بعد نص ساعه تقريبا بشوف اليوريتريك فيز، بشوف اليوريتر من فوق لتحت. الطبيعي ان انا ما اشوفش اليوريتر كامل من فوق لتحت، لازم اشوف فيه حتت ما فيهاش كونترست. ليه؟ لان اليوريتر زي الاسوفجس فيه بيريستالسيس، بيحصل فيه كونتراكشن للمسلز اللي في الوول بتاعته، بتخلي حته ما فيهاش كونترست، بعدين بتفك بعد كده ويبقى فيها كونترست. اميزه ازاي ان ده مش فيلينج ديفكت جوه اليوريتر؟ بحاجتين. احنا المفروض الصور بتاعتنا بناخدها سيريال، يعني بصور عند دقيقه واحد، دقيقه اثنين، دقيقه ثلاثه، فالمفروض البريستالسيس بتتحرك، الحته اللي كانت فاضيه هتملى بعد كده. تاني حاجه لو في اوبستراكشن لازم يحصل فيه فوقيه دايلاتيشن. يعني الطبيعي ادام الكولكتنج سيستم كله مش دايليتد ولقيت حته فيلينج ديفكت اتابعها هلاقيها بتملى، لكن لو في حته فيلينج ديفكت اسمه persistent filling defect، حتى في الوصف احنا بنقوله كده persistent، انا فضلت ماشي معايا لقيته persistent ما راحش الصبغه ما عدتش منه وفوقيه في dilatation، يبقى ده filling defect فعلا ووصفه انه filling defect. اسبابه زي اسبابه في اي حته، ممكن يبقى tumor، ممكن يبقى stone، ممكن يبقى blood clot، ممكن يبقى fungal bone.
السيستوجرام لما البلادر نفسها مرت الكونترست بقدر اكومنت على الكونتور بتاع البلادر كله اذا كانت في الوول بتاعتها سموث في اندنتيشن فوق. في الفيميلز نورمالي بيبقى في اندنتيشن فوق باليوترين بادي, في الميلز بيبقى الاندنتيشن من تحت بتاع البروستات في الاولد ميلز. والبناين بروستاتيك هايبربلاسيا بتعمل اندنتيشن جامد وبترفع البيز بتاع البلادر, ليها منظر كاركترستيك هشوفه. انا هنا اليوريتر ده نزل واليوريتر التاني مش مالي, ممكن من الناحية التانية يكون لسه في البريستالتك وين. تمام. بالنسبة للبلادر انا عندي فيلم تاني بكومنت عليه, ان انا بعد ما البلادر اتملت بالكونترست بقول البيشنت يدخل يفويد ميكتيريت نزل اليورين على قد ما يقدر يفضي البلادر خالص ويرجع تاني اصوره عشان اكومنت على ايه؟ على البوست فويدنج فول. البوست فويدنج فول ده بيسيجنيفاي ايه؟ بالنسبة لي بيشخص ديزيزز بتاعت بلادر اوت فلو اوبستراكشن. يعني ايه؟ يعني لو كراست الضغط على اليوريثرا جامد وسداها البيشنت ده مش هيقدر يفويد كويس, مش هيقدر يفضي البلادر من الكونترست كويس, فالفوليوم ده هيبقى عندي اكتر من الطبيعي. هنا الفوليوم ده الطبيعي. بتجيبوا الصورتين دول ويتقال ايه السيجنفكنس بتاعت التكنيك ده, ان انا اعرف البوست فويدنج فوليوم اللي بيسيجنيفاي ايه؟ ان في لما بيزيد بيسيجنيفاي ان في بلادر اوبستراكشن. الفوليوم ده نورمال والفوليوم ده نورمال, طبيعي هيبقى حبه صغيرين. تمام. ده الاي في يو, ده منظر من فوق لتحت. الباثولوجيز بقى اللي ممكن نشوفها عليه الكونجنتال انوماليز. الانوماليز اللي عليكم حاجات في الرينال بوزيشن وحاجات في الرينال فيوجن. الرينال فيوجن هي الاكتوبيا, وفي حاجات بالنسبه للكولكتنج سيستم المطلوب منكم الدبل مايتي. يعني ايه دبل مايتي؟ يعني زي ما قلنا هو المفروض الماينر كيلسز يجوين الميجر كيلكس بلس يوريتر. ساعات الكيدني بيبقى فيه تو مايتز. يعني ايه؟ يعني شويه ماينر كيلسز مسكوا مع بعض عملوا ميجر كيلس ودخل في بلس وطلع يوريتر, وجزء تاني من الرينال باريكيم عمل نفس الكلام وطلع لي بلس تاني ويوريتر تاني, فانا بقى عندي دبل تو بلبيسز وتو يوريترز. ده اللي اسمه دبل مايتي. ده بيبقى يا اما كومبليت يا انكومبليت. يعني ايه كومبليت؟ يعني فضل دبل لحد الاخر. ده اللي كومبليت. اليوريترز فضلوا دبل لحد ما وصلوا البلادر وفتحوا فتحتين تحت. زي هنا انا عندي فوق بلبس وتحت بلبس, فضلوا تحت لحد ما اوصل تحت هلاقي فيه اتنين يوريترز, فيه خطين تحت. الكلام ده على الناحيتين. انا هنا شايفه يوريتر اهو وشايفه يوريتر تاني. لو دققته تحت هتلاقي فيه خطين لحد اخر البلادر. في حاجه تانية اسمها انكومبليت, ان اليوريترز هيجوينوا ايتش اذر قبل ما يوصلوا للبلادر. ده الانكومبليت دبل مايتي. هنا دي جوين ايتش اذر قبل ما يوصلوا للبلادر, فهنجيب لكم الجنكشن بتاعه التو يوريترز مش هتلاقونا واصلين لحد البلادر. تمام. ده الانكومبليت دبل مايتي. رينال اكتوبيا يعني البوزيشن بتاع الكيدني از اب نورمال. الكيدني نورمالي ان هي في اللمبر ريجن, هنا الكيدني اب نورمالي ان لوور بوزيشن وقريبه للميد لاين. دي رينال اكتوبيا. ساعات الرينال اكتوبيا بتحصل, بيحصل فيها مش جاست انها تبقى lower in position, ساعات بيحصل crossing the midline انها تروح الناحية التانية, و even it may fuse with the other kidney. يعني هيبقى عندي two kidneys على one side لحمين مع بعض وناحية التانية ما فيش حاجة. ده crossing, دي cross fuse renal ectopia. هنا ما فيش fusion. انا شايفة هنا pelvic calcium system لوحده و pelvic calcium system تاني overlapping the midline, وكل كيدني اليوريتر بتاعها بيبقى في مكانه تحت. انا كده ممكن اتلخبط بين حاجتين, ازاي افرق الدبل مايتي من الكروست فيوزد اكتوبيا. انا ممكن في الكروست فيوزد اكتوبيا بيبقى عندي تو كولكتنج سيستمز وتو يوريترز, بس في الكروست فيوزد انا ما عنديش كيدني الناحيه الثانيه. دي اول حاجه. ثاني حاجه اليوريتر هيفضل في مكانه, لازم يحصل كروسنج لليوريترز, هتلاقي في يوريتر ثاني مكمل وفاتح الناحيه الثانيه. في الدبل مايتي تو يوريترز بيفتحوا في نفس المكان نفس السايد. تمام. الباثولوجيز اللي بتحصل في اي انتروفينس اي كونترست انهانسد ستادي ان انا اشوف فيلينج ديفكت. انا الصوره دي الحته دي بالنسبه لي مش فيلينج زي باقي الحتت, فده فيلينج ديفكت في البلفي كاليسيال سيستم. البوردز بتاعته سموث فغالبا دي ستون. تمام. انا هنا بلفي كاليسيال سيستم بتاع الكيدني في فيلينج ديفكت جوه ميجر كيلكس. نفس الكلام في اليوريتر, ممكن يبقى فيه يوريتريك فيلينج ديفكت, بس هنا الفيلينج ديفكت از ايرريجولر مش زي الفيلينج ديفكت اللي فات, وفي دايلاتيشن بروكسيمال وديستر. كاركترستيك للتيومرز اللي بتطلع في اليوريترز ان الدايلاتيشن بيبقى بروكسيمال وديستر. يعني هتلاقي الحته اللي تحت واسعه محوطه التيومر, لان التيومرز دي لو جريد تيومرز بتجرو ان سلو باترن.
تمام؟ فده يوريتري فيلينج ديفكت غالبا تيومر. دي البلادر انا شايفه فيلينج ديفكت ناحيه الوول اتاشت للوول مش ديبندنت وير ريجولر، فده يورينري بلادر فيلينج ديفكت غالبا تيومر. تمام؟ هي التيومرز بتطلع في البلادر بتبقى بابيلوري بيبقى فيها فرونز كتيره كده، فعشان كده بتبقى هيتروجينس، مش هلاقي فيلينج ديفكت اسود سب، هي فيها فرونز فبتريتين السبب منها. دي اللي قلنا عليها بنايت بروستاتيك هايبربليزيا بتليفيت البلادر بيز، البلادر هتبقى اعلى من الطبيعي، بيبقى فيه دايفرتيكلي، دي الدايفرتيكلي زي ما خدتوها في جي اي تي بيبقى اوت باوتشنج من اليومن فيها كونترست، فهي دي الدايفرتيكلي في البلادر بسبب الاوت فلو اوبستراكشن في الانلارجد بروستات بتاعت البي بي اتش. الريتروجريد ستاديز قلنا ان انا بدخل قسطره من تحت وبحقن فيها كونترست، فانا دخلت هنا قسطره دخلت في البلادر بعدين عملت كانيوليشن من اليوريتر وحقنت كونترست من اليوريتر، فهلاقي الاوباسيفيكيشن على ناحيه واحده وبلاقي القسطره تحت، دي ريتروجريد بايلوجرام، الكونترست مشت من تحت along اليوريتر لحد البلبيكاليسيف سيستم، انا عندي هنا ده تيومر في اللفت كدني، ممكن يكون عامل كومبريشن وكدني دي مش فانكشننج اصلا، ما قدرتش اشوفها غير بريتروجريد ستادي. ممكن اعملها انتي جريد لو البيشنت اصلا مراكب نفروستومي تيوب. يعني ايه نفروستومي تيوب؟ يعني انا دخلت في الكدني نفسها، دخلت تيوب جوه الكدني عشان ادرين اليورين، فوجود التيوب دي ممكن احقن منها كونترست واشوف السايد ده، هنا دي كونترست نزلت لحد تحت من اليوريتريك اورفيس هنا. تمام؟ انا شايفه اوباسيفيكيشن على ناحيه واحده، فهي دي الفايروجرام ستادي، وشايفه القسطره فوق مش تحت، فدي انتي جريد. تمام؟ الانتي جريد نفس الدايركشن بتاع اليورين، الريتروجريد هي العكس، دي ريتروجريد دي انتي جريد. تمام؟ السيستوجرام اللي هي البلادر بشوفها برضه يا انتي جريد يا ريتروجريد يا سوبرا كيوبيك. الانتي جريد اللي هي اخر فيس في الاي في يو، اليورين بالكونترست ماشيين في الدايركشن العادي لحد ما مالوا البلادر. تمام؟ الريتروجريد بقى هنشوف قسطره جوه البلادر، دي البالون بتاعت القسطره شايفينها؟ هي القسطره ما بتبقاش فيها كونترست، بيبقى فيها سلاين عادي، فبشوفها انها باينه غير الدنسيتي بتاعت البلادر. وحقنت من تحت في لاين كده الكونترست ماشيه جوه القسطره نفسها، فده ريتروجريد سيستوجرام. اليوريتر هنا باين ليه؟ عشان في ريفلكس، انا ماليه من تحت بس اليوريتر ده الجنكشن بتاعته مش مظبوطه فمالى من تحت، مش البلادر ماليه من فوق. تمام؟ هنا الصوره انا شايفه قسطره داخله على البلادر فوق البيوبس، فوق السيمفيسس بيوبس، فدي اسمها سوبرا بيوبيك سيستوجرام، في قسطره دخلت على البلادر فوق البيوبس فاسمها سوبرا بيوبيك سيستوجرام. اليوريثروجرام هلاقي كانيوليشن اليوريثرا من اليوريثروميتس والكونترست فيلينج اليوريثرا. تمام؟ السي تي نفس فكره الاكس راي بس الصوره بتبقى كمبيوترايزد، فكروس سكشنال ايمج هتشوفوا فيها الديتيلز بتاعت الاناتومي اللي انتوا عارفينها احسن. التيوب نفس التيوب اللي بتطلع اكس راي بس بدل ما اخدها على فيلم باخدها على ديتكتورز وبطلع كمبيوتر ايمج. تمام؟ دي صوره السي تي، ده سي تي نون كونترست، بعرف بكونترست ولا من غير كونترست ازاي؟ بكمبير الكدني بالليفر، هو المفروض الكدني على النون كونترست داركر عن الليفر، بس الكدني هايبر فاسكولار عن الليفر، فلما احقن كونترست الكدني المفروض هتبقى ابيض عن الليفر. تمام؟ وبشوف الجريت باسلز في النص منوره ولا لا، النون كونترست المفروض هتبقى سودا شبه كل السوفت تيشو، بس على البوست كونترست هتبقى منوره. تمام؟ هنا ابتدى كمان يحصل اكستريشن، ده الكروس سكشن بتاع الكيدنيز على السي تي نون كونترست. بعمل كمان ريفورميشن ان انا اعمل المالتي فيزز، ممكن اجيب منها كورونال او ساجيتال او اكسيال، وممكن اعمل سيرفيس شيدنج ان انا باين حاجات الدنس بس زي بون او ستونز هي بس اللي باين معايا في الصوره. الباثولوجيز اللي ممكن اشوفها على السي تي ممكن من الباثولوجيز اوف مايجريشن ورينال شيب الهورشو كيدني. الهورشو كيدني دي يعني ايه؟ يعني التو بولز بتاعت الكيدني. نورمالي في الامبريولوجي الكيدنس بتديفلوب في رينال في البلدس في الاول في البلدس بتاع النيومن بعدين بتمايجريت ابورد. لو حصل باثولوجي خلى التو بولز التو لور بولز بتاع الكيدنز يفيوز توجذر المايجريشن ده هيبقى ارستد بالانتيري برانشز بتاعت الاورتا، اول واحد بيقابلها الانفيري ميزانتريك فما تطلعش مكانها فوق، فلاقي بوث كيدنز ات ا لور بوزيشن واللور بولز بتاعهم فيوز توجذر اكروس الميد لاين بالاسمس. تمام؟ الرينال اسمس اللي هو جوينينج ده ممكن يبقى فانكشنال رينال تيشو هياخد كونترست ممكن يبقى فايبروسس.
الصورة دي حصل فيها انجيليشن. انا نورمالي في النورمال في انجيليشن للكيدني، الكيدني مش كروس في مش ده مش كروس ده ان هي كورونا في البادي، في انجيليشن ان الابر بول المفروض كلوزر تو انتيريرلي واللور بول كلوزر تو الميد لاين. تمام، فانا صعب ان انا اجيب الكيدني كلها في كروس سكشن كورونا، لازم باجل الصورة. ونفس الحكاية بالنسبة لليوريتر، فعشان اجيب اليوريتر نفسه انا باجل الصورة عشان اجيب اكبر جزء من اليوريتر، فتلاقي الصورة نفسها ديستورتد وان في تيوب كده طالع من الكيدني وفي حاجه دانس، فدي يوريتريك ستون. تمام، بس باقي الصوره هيبقى الاناتومي بتاعها معوج. الباثولوجيز ممكن اشوف على السي تي رينال تيومرز، انا شايفه الرايت كيدني هنا نورمال، الرايت كيدني الليفت كيدني كومبليتلي ديستورتد، فيها ليجن كبير او فيتروجينس دنسيتيز وجزء صغير منها بس هو اللي باين، فده ليفت رينال تيومر. ده انذر رينال تيومر الكرايتيريا بتاعته مختلفه، هو ده في ارياز degenerated او necrotic اكتر بس still the renal tumor. تمام، السوبرارينالز احنا قلنا ان هما above the kidneys، فهلاقيها ممكن الرايت اشوفها قبل ما الرايت كيدني نفسها تبان، الليفت ممكن نشوف مع الليفت كيدني، الرايت related للليفر والليفت بتبقى related للبانكرياس والستومك. الباثولوجيز اللي عليكم في السوبرارينال ثلاثة باثولوجيز، في حاجة اسمها سوبرارينال ادينوما، الادينوما دي normally بيبقى فيها فات، بس الفات ده انا ما اقدرش اديتكته بعناية، لازم اقيسه، فلازم هتلاقي الصوره محطوط عليها روي وآيس، قياسي لازم من ماينس 10 ل 10 عشان اقول ادينوما، فلازم يبقى عندي صوره للتيومر فوق الكيدني او ماس فوق الكيدني وفيها روي آيس من ماينس 10 ل 10 عشان اقول ادينوما. تمام، المايرو لايكوما دي لا، دي باثولوجي تاني، في لايكوما يعني في ليفت انا اقدر اديتكته باي ماي اون اي، يعني انا هنا شايفه ان الديجري اوف جراي اللي جوه التيومر شبه الديجري اوف جراي اللي بره، السواد اللي بره ريترو بيريتونيال فات، فانا شايفه فات بره وفات جوه، يبقى الليجن ده فاتي بعينيا، الفاتي ليجن بيطلع في السوبرارينال جلاند واقدر اديتكته بعينيا، دي المايرو لايكوما. تمام، الادينوما لازم اقيس، هتلاقوا عليها روي اللي هو الدايره دي، وعايزه اقيس في الهوسبيتال يونت جنبها، لكن المايرو لايكوما بديتكتها باي ماي اون ايز. لو عندي ليجن باي لاترال واخد بوث جلاند، او ممكن لو كان يوني لاترال بس هيتروجينس، ليجن هيتروجينس تماما، يعني انا شايفه فيه دنسيتيز مختلفه، والليجن في الاناتوميكال سايد بتاع السوبرارينال جلاند ده غالبا بيبقى مالجنانت بس اللي عليكم ميتاستاسيس. تمام، يعني لو شفت المنظر باي لاترال قولوا سوبرارينال ميتاستاسيس، هيتروجينس ليجن ما فيهوش روي ايز دنسيتي من ماينس 10 ل 10، ما فيهوش فات شبه الريترو بيريتونيال فات، يبقى ميتاستاسيس. تمام، دول الثلاثه ليجنز اللي عليكم سوبرارينال. الالترا ساوند، الالترا ساوند اللي بيتبند على الريفلكشن او الابزوربشن اوف الالترا سونيك ريز اللي انا بعتها من البروب، ده الترانسديوسر اللي ببقى ماسكيه وبحطه على الابدومن، وده جهاز اللي بشوف عليه الصوره. الالترا ساوند اهم حاجه اعرفها عنه هو ده the best method to differentiate solid و cystic lesion. انا على السي تي لو ما عنديش كونتراست ممكن ما اقدرش اعرف الدنسيتي دي فلويد ولا سوليد ديش. البيست ميثود عشان اعرف هو الالترا ساوند. ده الاوبريتور ازاي بيشتغل، ده المنظر اللي بنشوفه فيه الكيدني، الكيدني زي ما قلنا بره فيه كورتكس، الميدالري بيراميدز اللي قلنا عليها بتبان سودا، بتبان الكور السودا دي. تمام، الكولكتنج سيستم اللي وصفناه نورمالي ما شوفوش، نورمالي كولكتنج سيستم بالالترا ساوند ما يبانش، امال بشوف ايه؟ بشوف الفات اللي حواليه، الرينال ساينس فات، الفات على الالترا ساوند بيبان ابيض ايكوجينيك. تمام، فانا بشوف الايكوجينيك فات ده ما فيهوش حاجه، يبقى الحاله دي ما فيهاش هايبرنيفروزس، ما فيهاش ابنورمال دايلاتيشن للكولكتنج سيستم. تمام، ده منظر النورمال كيدني، ودي رايت ولا ليفت؟ دي رايت عشان فوقيها الليفر. تمام، ده الكروس سكشن بتاع الكيدني اللي وصفناه، ده منظره على السونار. الهايبرنفروزس انا هنا بقى مش شايفه الايكوجينيك ساينس فات، حصل له ديسبيسمنت بكولكتنج سيستم دايليتد خالص. احنا قلنا الفلويدز على الالترا ساوند اكتر تكنيك يميز الفلويدز من السوليد هو الالترا ساوند، الفلويدز تبان ازاي؟ تبان سودا، سودا خالص، الفلويدز مش بترفلكت، فمش هترفلكت لي اي حاجه فهتبان سودا، فده الدايليتد كولكتنج سيستم باين اسود، فدي كيس اوف هايبرنفروزس. الرينال ستونز العكس، هي very dense فهترفلكت جدا الرايز، هتبان بيضة بيضة جدا لدرجة ان مفيش رايز خالص هتعدي وراها، هيبقى وراها حاجة اسمها شادو، اكوستيك شادو، فلما الاقي حاجة بيضة وراها سواد دي حاجة كالسيفيك. تمام،
الحاجه الكالسيفيك اللي ممكن تبقى في وسط الكدني ده كونتور بتاع الكدني تبقى رينال ستون. اليورينري بلادر بتبان ساك اوف فلويد، فالفلويد اسود فهلاقي ساك سودا. دي ده منظر اليورينري بلادر على الالتراساوند. البلادر في الميل بيبقى تحتيها البروستات، فلو انجلت لتحت ممكن اشوف البروستات وهشوف كور صغيره داخله في البيز بتاع البلادر اسمها ديستال يوريتس. منظر الديستال يوريتس عشان الانجاله اللي قلنا عليها مش هشوفها خط، هشوفها انا قطعتها كروس سكشن فاشوفها دايره. تمام، دوائر سودا تحت البلادر هتبقى ديستال يوريتس. البروستات، البروستات ممكن ابص عليها بحاجتين، بالالترا ساوند. ببص عليها ازاي بالالترا ساوند؟ ممكن وانا شغاله بروك ترانس ابدومينال عادي انجل تحت البلادر واشوف البروستات، ده اسمها ترانس ابدومينال، بس ده ما بيبينش الاناتومي كويس. البروستات بتبين جزء صغير من صوره كبيره باين فيها بلادر وحاجات ثانيه. الافضل ايه؟ افضل التراسونيك تكنيك اشوف بيه البروستات، الترانس ريكس الالترا ساوند. بروب تاني مختلف بيصور 360 درجه، بيدخل في الريكتور اللي هو ورا البروستات وبصور بيه البروستات، الزون الاناتومي بتاعها بيبان احسن. بس the best technique to get an image of a prostate and for prostatic pathology and for zonal anatomy of the prostate هو ال MRI. انا لو عايزه اشخص حاجه في البروستات، حاجة أنا عارفة إن هي موجودة بعمل MRI، عايزة آيس كريم ممكن أعمل سونار. The best technique for the prostate is the MRI. تمام؟ فرق الصورة بتاعت هوريكم الصورتين هتعرفوا الفرق. الأنجيوغرافي عليكم حاجة واحدة بس في الباثولوجي واحد، سيلكتيف رينال أنجيوغرافي. يعني إيه سيلكتيف أنجيوغرافي؟ يعني أنا دخلت جوه الأرتري اللي عايزة أصوره كان يليته حقنتت كونتراست جواه هو بس. ده السيلكتيف. لما اقول سيلكتيف رينال يعني عملت كانيليشن للرينال ارتري وحنت كونتراست جواه هو بس. فدي صوره اوف سيلكتيف رينال انجيوغرافي، دي الاسطره اللي انا حنت منها وده الارتري، انا حنت هنا. فباين ده النورمال ارتيريال برانشنج بتاع الكيني. الاورتك انجيوغرافي يعني انا حنت جوه الاورت، انا هنستنى الصبغه هنا عشان اشوف الناحيتين. فانا شايفه رينال ارتري يمين ورينال ارتري شمال، هل الاثنين زي بعض؟ في ستينوزس على الرايت سايد، الحته هنا ستينوتك عن باقي الارتري اللي على الرايت وعن الليفت ارتري. فدي اورتك اند جيوغرافي شوينج رايت بروكسيمال رينال ارتري ستينوز، الجزء البروكسيمال بتاع الرايت ارتري ستينوتك. الام ار اي ميزته ان مفيش ايونايزنج راديشن وانه ممكن يبين لي ديتيلز اكتر من غير ما احقن كونتراست. ازاي؟ لان في حاجه اسمها كونتراست ريزوليوشن، يعني التيشوز اوف ديفرنت تكتشر بيبانوا مختلفين جدا عن الام ال اي اكتر منهم عن السي تي. تمام؟ فدي صوره الام ال اي فرقها ازاي عن صوره السي تي. البون عندي هنا مش ابيض، البون في السي تي ابيض ابيض، لكن هنا البون على الام ال اي ما بيبانش ابيض. في صوره اسمها ام ال يو الماجنتيك ريزونانس سيروجرافي، انا بقدر اصور الكولكتنج سيستم بس ومن غير ما احقن سبعه خالص. بيبان لي الصوره ازاي؟ كولكتنج سيستم وكيدنيز بس اللي باينين، مفيش اي حاجه ثانيه في الصوره باينه. تمام؟ غير السي تي، السي تي صوره زي دي لازم احقن سوا. البروستات، البروستات ليها زونال اناتومي، ليها بريفرال زون بره وليها سنترال زون جوه. البروستات كجلان شبه الهرم المقلوب، البيس بتاعته فوق لازقه في البلادر والابيكس بتاعته تحت. تمام؟ يعني الجلان بتتقسم بيز من فوق وميد زون وابيكس. من بره لجوه في بريفرال زون وسنترال زون. الـ best evaluation for a prostate بيبقى بالـ MRI. دي الـ peripheral zone هي اللي بتبقى مره، الجزء اللي جوه بتاعها اسمه central zone. الـ prostatic carcinoma هي الـ most common carcinoma انها تبعت osteoblastic metastasis، يعني dense metastasis. تمام؟ يعني الـ metastatic deposits بتاعت الـ prostate بتصنع خردات بيضاء. لما اشوف skeleton ابيض من الطبيعي ده بيبقى فيه diffuse metastasis من prostatic carcinoma. ده على الاكس راي الانتروبستيريور واللاترال، الاكس راي هنا باينه دانسر على العين. ممكن انتوا ما تقدروش تفرقوا دي دانسر ولا لا، بس السؤال هيبقى موجه لكم. يعني لما هتيجي صوره زي دي مثلا هيقول لكم what could be the origin of this pathology، او ممكن السؤال يبقى لافف اكتر يقول لكم what is the best technique for the organ of this pathology. انتوا عارفين ان دي في pathology، الباثولوجي ممكن يجي لكم في اكس راي بالمنظر ده ما فيهاش تيو ما فيهاش حاجه، ممكن يبقى الدنسيتي، الدنسيتي عاليه. تمام؟ ده منظر البناين بروستاتيك هايبربلازيا في الاي في يو زي ما قلنا، بتعمل اندنتيشن وانفيشن بلادر بيس، واليوريترز عشان مكانهم بيتغير لما البلادر بيس بتترفع فبيبقى المنظر ده اسمه فيش هوك يوريترز. تمام؟ المنظر بتاع اليوريترز بيبقى شبه الهوك بتاع السنوار. ده
ده منظر تاني للبيبي قدش على الاي في يو، البلادر بيس بتبقى مرفوعه بيبقى فيه دايفيرتيكلي سيجنيفاينج البلادر ابسيت اوبستراكشن. ده الترا ساوند ترانس ابدومينال. بفرق ازاي ترانس ابدومينال من الترانس ريكتال؟ الترانس ابدومينال بدايه الكون فوق جزء من دايره كبيره، يعني الجزء اللي باين مني بدايه الكون هنا ده جزء من دايره كبيره، والفيو بتاعي بيبقى جايب البلادر كلها وحاجات كتير جنبها، والبروستات بتبان جزء من الصوره. الترانس ريكتال ما بيبقاش كده، الترانس ريكتال بدايه الكون من تحت جزء من دايره صغيره كانه نص دايره او تلتها، تمام؟ وبيبقى الفيو باين البروستات بس، البلادر لو باينت هيبقى جزء بسيط قوي صغير منها باين، تمام؟ فده ترانس ابدومينال التراساوند باين في ستراكشر داخل جوه البلادر، رافع البلادر خالص وداخل جواه متقاس الفوليوم بتاعه، فدي بيبي اتش، تمام؟ ده ترانس ابدومينال التراساوند. ده نفس الكلام، انا شايفه بلادر ثيك وولد اهيت وفيها ليجن ستراكشر داخل من تحت. ده ترانس ريكتال التراساوند بتاع البروستات. انا في الترانس ريكتال التراساوند انا محطه بروب في الريكتال، فاول حاجه في وشي هي البروستات، واول حاجه هتقابلني منها هي البريفيرال زون، فدي الاوتر جلاند او البريفيرال زون بتاع البروستات، وده السنترال زون بتاعها. في النص الحته السوداء يبقى فلويد فيلد تبقى اليوريزما. البروستاتيك كونكريشنز زي اي كالسيفيكيشنز، دي زي ستونز او كالسيفيكيشنز في السكريشنز بتاعت البروستات بتكالسيفاي، فبتبان بيضة ووراها شادو اسود، بس مش دي الباثولوجي اللي باين في الصوره. انا ايه الباثولوجي اللي باين عندي؟ البروستاتيك كارسينوما. كارسينوما بتبان ازاي؟ بتبان حاجه هايبو ايكويك، يعني سودا في وسط البياض بتاع البريفيرال زون، يعني البريفيرال زون احنا خدناها في الجزء النورمال اللي هي بيضة. لو لقيت دي النورمال دي ما فيهاش باثولوجي، المفروض البريفيرال زون بيضة، لما يجي فيها باثولوجي او كارسينوما بتبان كده، بتبان هايبو، تمام؟ فهو ده abnormal pathology lesion موجود في البريفيرال زون اللي هي بيضة لونه اسود، فدي منظر البروستاتيك كارسينوما. ده another lesion، two lesions موجودين على both sides، هما هايبو عن باقي اللي حواليهم، فده lesion suspicious for prostatic carcinoma بقى. ده صورة السي تي للديفيوز بروستاتيك ميتاستاسيس، من الاوستيوكلاستيك ميتاستاسيس بتاعت البروستات. انا شايفه الدنيا هيتروجينس خالص، البون مش نورمال يبان ذات هيتروجينس، الدنيا بتبقى هوموجينس عن كده، تمام؟ ده صوره اكسيال سي تي على البلفس برضه مبين الديفيوز اوستيوبلاستيك ميتاستاسيس. دي صوره مبينه ميتاستاسيس في الليفر. الليفر المفروض انتوا خدتوا بيبقى هوموجينس عن كده، انا شايفه كور كتير منطورين في كل حته، سكاترد ليجنز في الليفر غالبا بتبقى متاسسه. والكونتكست بتاع الكلام هيفهمكم ان احنا بنتكلم عن حاجه متاسسه، تمام؟ ده الام ار اي بتاع البروستات. البروستات قلنا بتبقى تحت البلادر، فانا لو بصور من تحت بتبان لي الاول الانس واليوريثرا، بعدين بطلع فوق تبقى البروستات سراوندنج البروستاتيك يوريثرا. الجزء اللي بره بتاعها هو البريفيرال زون، والجزء السنترال هو الترانزيشنال زون او السنترال زون. في خط بيبقى surrounding البروستات من بره، ده البروستاتيك كبسول، ده مهم اشوفه عشان اعرف الاكستنشنز بتاعت التيومرز، لو التيومر ده organ confined جوه البروستات بس ولا طالع لبره. دي الترانزيشنال زون. الطبيعي ان اليونج ميل بيبقى عنده peripheral زون اكبر، كل ما السن بيزيد بيبتدي يدخل في بي بي اتش، فالترانزيشنال زون بتكبر، بتعمل نوديولز كتير، بيحصل benign prostatic hyperplasia on the expense of the peripheral zone. peripheral zone بقى بتبتدي تصغر. فانا لو شفت normal prostate ما فيهاش دي النوديولز بتاعت البي بي اتش اللي بنقول عليها، هي اللي بتكبر الترانزيشنال زون، يبدا يعمل نوديولز يكبر الترانزيشنال زون والبريفيرال زون تصغر. بره الكبسول اللي هي محوطه، المفروض السنترال زون دي او الترانزيشنال زون حواليها خط اسود، ده سودو كبسول مش كبسول الجلاند. الكبسول بتاعت الجلاند هي اللي بره خالص، بره البريفيرال زون، تمام؟ على بوث سايدز بره في نيوروماسكولار بوندنس، دي مهمه برضه ابقى عارفاها عشان لو التيومر وصل لها بتفرق في البروجنوزز بتاع البيشنت. فدي النورمال جلاند اللي قلنا عليها، اللي نورمال البريفيرال زون بتاعتها اكبر من السنترال زون، الحته الصغيره اللي في النص والحته الكبيره هي اللي بره، دي النورمال بروستات. مع البي بي اتش اللي في النص بتكبر وبيبقى فيها نوديول، واللي بره بتصغر وتبقى ارفع، هي البريفيرال زون بتصغر والسنترال زون بتكبر.
الباثولوجيز اللي عندي ايه؟ البي بي اتش اللي هو الترانزيشنال زون بتكبر، والبروستاتيك كارسينوما اللي هو بيبقى عندي ليجن موجود في البريفرنس زون. البريفرنس زون برضو على الام ار اي بتبقى بيضه زي على السونار، بيبقى فيها ليجن اغمى. الليجن الاغمى في البريفرنس زون ده كارسينوما. فالتو باثولوجيز اللي عليكم في البروستات على الام ار اي البي بي اتش والكارسينوما. تمام؟ اي سؤال؟